بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أوجه التحية للأسر، أسر الطلبة وأسر الخريجين، وأهنيهم على تخرج أبنائهم. وأشكرهم أيضا على أن هم يعني أعدوا أبنائهم وأبنائهم وبناتهم، عشان يبقى كلامنا دقيق يعني، وجهزوهم بشكل جيد جدا، وبعدين قدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها واستقرارها. فأنا بشكرهم وبهنيهم، وإن شاء الله نشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات. واسمحوا لي أن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تميزت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة، لكن الحقيقة أنا يعني بتجي لي فرصة أن أنا أجي مرات وبطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص، من غير ما نعمل يعني عشان ابقى مطمن ان الامور ماشيه بشكل كويس. والحقيقه كل مره بنيجي بنطمن وبنسعد بالمستوى، ولسه في افضل من كده، ولسه في جهد افضل من كده، عشان نبقى دايما احنا زي ما انتوا قلتم في شعاركم العلم والاعداد لخريج او ضابط وضابطه شرطه قادر على ان هو يقوم بمهامه بشكل محترف وشكل علمي جيد بأحدث أساليب العصر.